منقذ آخر الزمان، مع اختلاف الآراء في صفاته والملة التي ينتمي إليها ونسبه الذي يرتقي إليه. هو المنتظر من كل الأمم والأديان لإنقاذ الإنسان من الشر والظلم ولنشر العدل والسلام. من ينتظر مصلحا منقذا عليه أن يتحلى بالصفات النبيلة عسى أن يكون من أعوانه. مقومات ومقدمات دعا إليها الأنبياء والأولياء والمصلحون في طريق التمهيد لاستقبال منقذ آخر الزمان. فسد كل شيء حتى الهواء والماء، ولم يبقى سوى حل واحد وأمل وحيد: حكم الأرض من قبل منقذ آخر الزمان. إلى كل من آمن من البشر بالمنقذ العالمي سؤال يلزمه جواب: ما هو دورنا في زمن الانتظار؟ في